أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ويقول
وعسى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم.